شن رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي هجوما عنيفا ضد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق المغربي مروان داكوستا. وقال الحائلي خلال حديثه في برنامج قلب مفتوح: أول ما دخلت النادي قالوا لي المحترف المغربي مروان داكوستا له معاملة خاصة. وتابع: داكوستا كان متعالي على الفريق في خارج الملعب وسخر مني بسبب مكافأة الفوز أمام الاتفاق التي كانت 10,000 ريال سعودي، وقال هذه ما توديني ماكدونالد. وأضاف رئيس الاتحاد: أتى لي مدرب الاحتراف وقال داكوستا يوقف سيارته في مواقف إدارة اللاعبين وطلب منه تغيير الموقف وكان غاضبا عند طلبنا لذلك. وأكمل أنمار: عندما أصيب اللاعب المغربي في مشاركة مع منتخب بلاده طلب مني إرساله لبرشلونة من أجل العلاج وتم دفع التكاليف الخاصة به. وأشار رئيس الاتحاد على أنه كان أيضا يطلب منه تغيير مدرسة ابنته وتم تغييرها، وكذلك كان يرغب بتغيير سيارة زوجته وتم تغييرها أيضا، موضحا أنه بعد نهاية إحدى المباريات في غرف الملابس كان داكوستا يخلق مشاكل مع بعض اللاعبين وكان يلقي اللوم عليهم. فجر النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر المتألق مفاجأة مدوية بشأن تلقيه تحذيرات من طبيبه بعدم لعبه كرة القدم مرة أخرى في حياته. وحمد الله البالغ من العمر 29 سنة انضم إلى نادي النصر في صيف عام 2018 قادما من صفوف الريان القطري في عقد يمتد حتى عام 2022. وكشف حمد الله في رسالة عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستغرام عن انه قبل عام من انتقاله الى نادي النصر تعرض لاصابة خطيرة للغاية. واشار النجم المغربي الى ان الطبيب المشرف عليه في ذلك الوقت قال له بالحرف الواحد: لن تلعب كرة القدم مرة اخرى في حياتك. واوضح انه وضع هذه الكلمات امام عينيه لكي تكون بمثابة التحدي، حيث أنها لم تحبطها أو تجعله يستسلم بل زادته إصرارا على النجاح. وأرفق حمد الله مع رسالته صورة له وهو يبكي بعد تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعلق حمد الله على الصورة قائلا: لم أكن أبكي بسبب إنجاز التتويج بالدوري فقط أو حتى لحصول على جائزتي أفضل هداف وأفضل لاعب في المسابقة، بل لأنني تذكرت حديث الطبيب وكيف نجحت في تخطي هذا التحدي الصعب للغاية. وشدد نجم نادي النصر على أنه يتقاسم هذه اللحظات والذكريات مع الجمهور لكي تكون حافزا لهم لتشجيعهم على تحقيق النجاحات في حياتهم. جدير بالذكر أن حمد الله توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الماضي برقم قياسي بلغ 34 هدفا، كما حصل على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي. وفي المجمل لعب حمد الله الذي توج مع النصر بلقبي الدوري والسوبر 61 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا. كشف النجم البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب نادي الهلال عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبله الكروي. وينتهي عقد إدواردو ذو 30 سنة مع نادي الهلال في 30 من يونيو القادم بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. نجح خلالها في أن يكون الهداف التاريخي لأجانب الزعيم. ونفى إدواردو في تصريحات لصحيفة الرياضية
تقديم نادي الهلال أي عرض لتجديد عقده لسنوات أخرى. وأعلن النجم البرازيلي عن تلقيه عروضا من أندية سعودية وإماراتية وقطرية للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي القادم. وأكد كارلوس إدواردو على أنه سينتظر حتى آخر يوم له مع الهلال قبل أن يحسم قراره بشأن العروض التي تلقاها احتراما للعقد الذي يربطه بالزعيم. ومن ناحيته كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني أن إدارة الهلال هي من طلبت من إدواردو احترام عقده حتى نهايته، لأن الموسم الرياضي الحالي لا يزال معلقا ولم يحسم حتى الآن. وأضاف القحطاني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر: أما تجديد عقد إدواردو فهو خارج حسابات الإدارة، واللاعب سيرحل بشكل نهائي عن الهلال. من ناحيته شدد الناقد الرياضي محمد السبيعي على أن إدواردو ودع الهلال رسميا وسينتقل إلى فريق جديد بداية من الموسم الرياضي القادم. وأوضح السبيعي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر أن إدواردو يفاضل حاليا بين عرضي الأهلي السعودي وأهلي دبي الإماراتي. حسم أحد أبرز نجوم نادي الهلال الجدل بشأن انتقاله إلى النصر أو الأهلي في الموسم الرياضي القادم، وجدل كبير يحيط بمستقبل عدد من أبرز نجوم نادي الهلال في ظل اقتراب انتهاء عقودهم مع الفريق الأول لكرة القدم. ونشر صالح الشهري مهاجم نادي الهلال المعار من الرائد صورة عبر صفحته بموقع انستغرام يكشف فيها عن عشقه للزعيم وتمس سكه بالبقاء معه في ظل كل الأنباء التي تتردد عن انتقاله إلى النصر أو الأهلي. والصورة التي نشرها الشهري ظهر فيها وهو يرتدي قميص الهلال مرفقا معها 3 قلوب زرقاء. وصالح الشهري البالغ من العمر 26 سنة انتقل إلى نادي الهلال في الصيف الماضي قادما من صفوف الرائد لمدة عام على سبيل الإعارة. وعلى الرغم من مشاركته في دقائق لاعب قليلة، إلا أن الشهري نجح في تسجيل 7 أهداف مع الهلال في كافة المسابقات. وبعد توقف مفاوضات الهلال مع فريق الرائد لشراء عقد الشهري نهائيا، ترددت أنباء قوية عن دخول النصر والأهلي في مفاوضات مكثفة لكسب خدماته بداية من الموسم القادم. ويرغب نادي النصر في استغلال العلاقات القوية التي تربطه برئيس نادي الرائد فهد المطوع، والذي كان عضوا شرفيا في قلعة النصر لحسم صفقة التعاقد مع الشهري. بينما يستغل الأهلي أن الشهري كان أحد أبناء النادي السابقين الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية قبل أن يخرج للاحتراف في أوروبا، ومن ثم اللعب مع الرائد والهلال من أجل إقناعه بالعودة إلى بيته من جديد. تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر عن مستقبله مع قلعة العالمي في ظل اقتراب نهاية عقده. وفيتوريا ينتهي عقده مع النصر بداية من الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد عام ونصف من توليه المسؤولية وقيادته الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بثنائية دور المحترفين وكأس السوبر المحلي. وقال فيتوريا في تصريحات صحيفة إكسبريسو البرتغالية: أنا الآن عدت إلى البرتغال في ظل توقف الدوري السعودي الذي لن يعود قبل أغسطس المقبل، وسينتهي عقدي بنهاية الموسم الحالي، وهناك إمكانية للتجديد ولكن لم يتم حسم القرار بعد. وعن سر قبوله قيادة النصر، أكد المدرب البرتغالي أنه كان قرارا صعبا، ولكن كان لديه شعور إيجابي للغاية بشأن المملكة العربية السعودية مع الشخص الذي تحدث معه قبل تولي المهمة رسميا. وأشار إلى أن النصر كان في المركز الثاني وكانت لديه فرص للتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس الملك واللعب في دوري أبطال آسيا، وهو ما جعله يرى تحديات كبرى في أول تجربة احترافية له خارج البرتغال. وشدد فيتوريا على أنه وزوجته وأبناؤه انتظروا
انتقلوا معه إلى المملكة عند توليه القيادة الفنية للنصر ويستمتعون بالحياة فيها. وفي النهاية كشف فيتوريا عن حلمه بالتدريب في إنجلترا وإسبانيا قبل أن ينهي مسيرته في بلده البرتغال. جدير بالذكر أن صحيفة أبولا البرتغالية كشفت عن دخول نادي فنربخشة التركي في مفاوضات مكثفة مع فيتوريا للتعاقد معه، وذلك بداية من الموسم الرياضي القادم. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.